صباح النور عبد الله وسارة، صباح جميل للسادة المشاهدين. نعم أنا أتواجد في مكتب فريق سجة السياحي الذي بدأ منذ عامين، بدأ في مجال الاستثمار السياحي. راح نشوف مع تبوك بأسواقها القديمة وبأحيائها القديمة، وكذلك المحافظات التي تقع على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، ضبا، الوجه، أملج، حقل، بالإضافة إلى المناطق التاريخية والموروث التاريخي العلا وتيماء، مع محمد الجار الله وهو مشرف فريق سجة. أستاذ محمد حياك الله معنا. في البداية حدثني عن بدايات هذا الفريق وكيف وصلتم إلى فكرة الاستثمار في السياحة. بداية أنا الله يحييكم، كان الفضل أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاته باستثمار في السياحة، وقال من الحالم معنا، إن شاء الله أن حالمين معه وبشبابنا وبإخواننا الشباب السعودي. بدأنا بداية من قبل كورونا، وبدأنا فتحنا النشاط هذا واشتغلنا فيه. كنا نجيب السياح من الأردن من البتراء، سوينا خط سير من البتراء على تبوك على نيوم مباشرة إلى العلا، تمام، فكان له إقبال واسع في الشيء ذا. والآن لا يزال هذا الخط موجود؟ توقف مع كورونا على أساس الإجراءات الصحية من أيامها، تمام، وبعد ما توقف الكلام هذا بدينا الشباب السعوديين والشابات بدأوا يجون على تبوك، بدينا نعلن على السعوديين لأن توقفنا، تمام، وبدعم جاء دعم من وزارة السياحة، تمام، إنه اشتغلوا، تمام، وإحنا داعمين لكم. والأمير محمد بن سلمان كان هو الداعم الأول لنا، تمام، إضافة إلى ذلك أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، تمام، وصرح أيامه كان تركيا آل الشيخ الله يجزاه خير عنا بأنه أي متضرر من الشركات السياحية سوف يصرف له خسائرهم في هذا المجال. جميل، يعني المكتب الآن واقف على رجليه ويستقبل سياح سعوديين. نعم. ويقوم بجولات. طيب حدثني عن وين نقدر نروح في تبوك الآن قبل لا ندخل في بروجرام المكتب، وين أبغى أروح الآن في تبوك أو في منطقة تبوك، وين أروح؟ منطقة تبوك منطقة شاملة، تمام، ما هي زي بعض المناطق، بعض المناطق تروح تكون في منطقة تاريخية، بينما تبوك منطقة طبيعية، تمام، عندك طبيعة جبلية، أودية، شواطئ، تمام، عندك الشواطئ تبدأ من حقل إلى أملج، هذا كله تبوك، تمام، كل منطقة من الشواطئ هذه لها أملج، أملج فيها الجزر والسلاحف وكذا، والوجه يجي فيها كمان الجزر والسلاحف وكذا، تمام، وكل منطقة فيها قلعة، يعني فيها منطقة تاريخية، وكل منطقة تتفاوت في درجات الحرارة. قلنا حقل أبرد شوي من ضبا والوجه. ميزة حقل عن كل المناطق ما يوجد فيها رطوبة في عز الصيف، لا يوجد فيها رطوبة وباردة طول السنة. احنا مضطرين نختم، نبغى نعرف أسعاركم وإيش عندكم بروجرام في دقيقة واحدة. بالنسبة لأسعارنا، أسعارنا في متناول اليدين، احنا عندنا رحلات كل أسبوع ب 375 ريال، تمام، وعندنا رحلات ويكند، وعندنا رحلات للشركات، يعني احنا نفذنا لنيوم ثلاثة شهور كاملة كانت رحلاتها مستمرة كل ويكند عندهم، سمعت، فكل رحلة كان لها سعر مناسب في متناول يد كل عميل. طيب كيف نوصل لسجة؟ كيف أبغى أحجز الآن؟ عن طريق مواقعنا،
على التواصل الاجتماعي، لنا رابط على جوجل ماب، ولنا المواقع على انستغرام والسناب والتويتر كلها موجودة. أيضا ما ننسى العلا من ضمن برنامج العلا، مدينتنا الأثرية، أكبر مدينة أثرية على مستوى العالم، مفتوحة. جميل، وهذا من أحلام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. شكرا لك محمد الجر الله، وأنت مشرف فريق سجة، الله يعطيك العافية. حبيبي الله يرحم والديك، شكرا لك. إذن يعني سارة وعبد الإله، تبوك فعلا يعني منطقة يعني مترامية الأطراف، فيها محافظات مطلة على البحر، وأيضا محافظات يعني تختزل تاريخ وموروث عظيم جدا. نتمنى من الجميع أنه اللي حاب يعمل سياحة أنه يجي لتبوك ويستمتع بأجواءها وبتاريخها أيضا. بكل تأكيد يعني. شكرا جزيلا لك فهد الحمود. يعطيك العافية فهد.